مع تفتح زهور النباتات الجبلية ينشط نحل العسل الذي يقوم بجمع الرحيق من الأزهار. فالعسل في الجبال مميز في مذاقه وجودته لخصوصية مراعي النحل من أشجار الجبل الطبيعية المنتشرة. في القرى الجبلية نحالون يتمتعون بمهارة فائقة في رعاية خلايا النحل، فقد عرفوا سلوك النحل وأساليب تربيته واستئناسه. يعيش في جبال عمان نوعان من أنواع النحل الأربع الموجودة في العالم، حيث تطورت عبر القرون مهارات كبيرة لدى سكان الجبال في تربية نحل العسل. فالسكان هنا يربون خلايا النحل في جذوع النخيل المجوفة تسد بواباتها بألواح صخرية دائرية، مستخدمين مزيجا من الرماد والطين لسد الفتحات عدا فجوة في الأسفل تترك لدخول النحل وخروجه من الخلية. يتم جمع العسل مرتين في السنة بعد إزهار أشجار السدر في بداية الشتاء وإزهار أشجار السمر في الصيف. العسل له ثلاث موسم، موسم البرم وموسم السدر. السرح شيء قليل يعني يسوي، لكن هذا السرح يعني ما يستكم، ما واجد إنه يسوي في موسم الفرق. بعدين السرح هذا الزمان ما يستفي، ترى هذه السنة سنين السرح يعطى شيء بوطواق، لكن بوطواق ما ينسوه كم في هذا، ما تستوي الصندوق بوطواق، يعني لازم تبقى أما في شجرة ولا في بيت من الجبل.